قد صنف المحدثون في كتب حديثهم أحاديث كثيرة عن الفتن، ومن بين أحاديث الفتن ما جاء في الصحيحين أن حذيفة رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما، فما يكون من قيامه إلى قيام الساعة إلا حدث به، حفظه من حفظه ونسيه من نسيه، ولقد علمه هؤلاء أصحابي، وفي رواية أصحابه، وإنه ليكون الشيء، يعني يقع الشيء مما يدل على أن حذيفة قد نسي، وإنه ليكون الشيء فأعرفه كما يعرف الرجل وجه أخيه إذا غاب عنه ثم رآه عرفه. وهذا توضيح منه عليه الصلاة والسلام لأصحابه بما سيكون.